يعني صحيح افتتح منتخبنا الوطني منافسات الكان أمام موزمبيق بشكل يعني كان مفاجئ ومحبط لينا كلنا، بالذات إننا مفترض كنا داخلين الماتش ده احنا بنتكلم هنكسب واحد ولا اتنين ولا نقدر نزود ونوصل يعني رسالة بنتيجة كبيرة لكل المنتخبات المنافسة في البطولة دي، وإن الفراعنة رايحين مخصوص علشان ياخدوا اللقب. وصحيح التعادل يعني في البداية واللي كان هيصبح خسارة لولا طبعا تدخل الفار السليم والصحيح باحتساب لركلة جزاء في توقيت يعني كان قاتل تكفل بيها محمد صلاح. وصحيح المجموعة اشتعلت أكتر من بدري، بالذات طبعا بعد خسارة غانا أمام كابريدي واللي بتتصدر دلوقتي مجموعة فيها مصر وغانا. ولكن أرجوكوا يا جماعة بلاش إحباط ولا يأس ولا كلام سلبي دلوقتي، مش عايزين يعني إن احنا نهدم المعبد علشان تعادل في لقاء افتتاحي، لسه بدري قوي على إننا نبقى محبطين. نيجيريا اتعادلت بالعافية وغانا بتتغلب من كاب فيردي، والقارة كلها يعني يا جماعة بالكامل كده الخريطة الكروية فيها اتغيرت. فنهدى ونشوف كده أخطائنا إيه هي ونبتدي إن احنا نصلحها. مش عيب أبدا إن احنا نغلط، ومش عيب إن احنا نكون مش غير موفقين، ولكن عيب إن احنا ما نتعلمش من أخطائنا وما نتعلمش من السلبيات اللي احنا شفناها ونبتدي إن احنا نشتغل عليها، ده العيب. والناس اللي بتنتقد التشكيل والأخطاء اللي حصلت في اللقاء هم الحقيقة معاهم حق، ولكن هي دي نفس الناس اللي ممكن ربما لو كان ماستر فيتوريا بدأ بتشكيل آخر كان فيه كام تغيير وحققنا فيه نفس النتيجة كانوا برضو طلبوا بأنه يلعب بلاعيبة تانية. فالقصة مش تشكيل ورص أسماء والسلام على فكرة، ولكن شكل المنتخب نفسه كان فيه سلبيات كتير، وحتى على صعيد القتال والروح المعنوية ما كانش فيه الحمية والروح القوية الكافية. حتى بعد ما تعادلت مع موزمبيق وسجلت التاني برضو ما تحسش ان اللعيبة انتفضت كده بالشكل اللي كان يليق بانك خسران المباراة الافتتاحية امام فريق غير مصنف، مع كامل طبعا احترامنا ليهم، هم فرقة كويسة وعملوا مباراة كويسة، ولكن دول طول عمرهم يا جماعة كانوا تميمة الحظ ليك وبتكسبهم وبتكمل وبتاخد اللقب، وعمرهم ما هزوا شباك منتخب مصر في الكان غير في مباراة اول امبارح. فلكم بقى ان انتوا تتخيلوا منتخب كنا بنقول عليه يعني منتخب متواضع بيلعب مع منتخب باسم وعراقة وتاريخ مصر، احنا اللي نتعادل معاهم، يعني لكم ان تتخيلوا المفاجأة. كان في سلبيات كتير، ولكن برضو يا جماعه في حته مهمه قوي، هو ما كانش في حماس في المباراه. يعني احنا طلعنا اتكلمنا مع الجمهور وكنت بقول لهم يا جماعه لازم يكون في حماس اكتر ولازم نشجع من قلبنا ولازم نبعت الرساله بان انتوا كلعيبه لازم روحكم المعنويه تكون مرتفعه، ولكن الحقيقه احنا شفنا ان اللعيبه هم اللي ما كانش عندهم الحماس الكافي في المباراه دي. يعني الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا ان منتخب موزمبيق ان احنا نسجل هدف مبكر ونقول ان المباراه ان شاء الله هتمشي بشكل كويس، ونلاقي ان احنا بنواجه صعوبه في ان احنا اصلا نتعادل. يعني لولا ركله الجزاء اللي اتحسبت طبعا في اخر دقائق في المباراه كان زمان الفريق خسران، منتخبنا خسران، كان زمانه خرج المباراه دي خسران من منتخب عمره في حياته ما كسبه. منتخب زي منتخب موزمبيق ده بيلاعب سكواد فيه اسامي ونجوم كبار بطريقه، يعني عندنا محمد صلاح، عندنا النني، عندنا تريزيجيه، عندنا عمر مرموش، عندنا مصطفى محمد، عندنا زيزو، عندنا غيرهم، عندنا سكواد قوي جدا جدا. كان المفروض ان احنا نشوف اداء مختلف خالص عن الاداء اللي احنا شفناه. ولكن برضو النتيجه انه بيطلع في النهايه الراجل المدرب بتاعهم ويقول لك انا محبط ومش سعيد بالتعادل مع مصر. وعلى فكره يا جماعه هو معاه حق، لان الفوز هو كان في ايده، وحاله منتخبنا يعني كانت بتوحي بالخساره القريبه والغريبه جدا. ولكن خطا مدافع ضد نجم المنتخب طبعا مصطفى محمد اللي الحقيقه يعني اداؤه كان مبهر في المباراه كلفهم ركله جزاء واهدانا احنا نقطه وخصم منهم نقطتين. ولكن اي حد كان بيتفرج على المباراه كان هيقول ان منتخب مصر هيخسر. ولكن مرة تانية خلونا نقول لحضراتكم برضو بكل أمانة
ان اصدار الاحكام المتسرعه وجلد الناس بدري بدري مش هيكون في مصلحتنا، ومش بالعكس هو يعني مش هيعمل حاجه غير ان هو هيحبط اللعيبه اكتر. فاحنا اللي علينا دلوقتي نعمله ان احنا نصبر، واللي علينا ان احنا نقول لكم احكموا في الاخر مش بس بعد مباراه ولا مباراتين. كان في اخطاء كتير اكيد، وطبعا من حق الناس انها تنتقد، لان برضو مش بس كان في اخطاء من اللعيبه، كان في اخطاء من الجهاز الفني، لان في النهايه الشكل الفني للمنتخب ما كانش افضل حاجه، ومش الشكل اللي احنا كنا متوقعينه بـ 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 باسماء زي الاسماء اللي عندنا دي. ومستر فيتوريا برضو تدخلاته ما كانتش برضو افضل حاجه، وكان واضح جدا من بدري ان المنتخب بيفتقد للنسق البدني والقدره على مجارات القوه البدنيه الرهيبه للعيبه، زي اللعيبه اللي احنا كنا بنلعب معاها دي، لعيبه المنتخبات الافريقيه اللي زي موزمبيق وغيرهم. طبعا بيجروا ما شاء الله 90 دقيقه ما بيتعبوش ما شاء الله، وانت ما كنتش قادر، يعني اللعيبه ما كانتش قادره. يمكن مصطفى محمد برضو طلع واتكلم في اللقطه دي بعد اللقاء وقال ان الرطوبه والحراره، مع انه على فكره مصطفى محمد يعني عمل اللي عليه برضو في المباراه، وكان اداؤه مميز جدا بالنسبه لباقي لعيبه المنتخب، ولكن برضو يا جماعه ده مش مبرر. الرطوبه دي والجو الغير معتدل او الجو الحار بزياده ده مش مبرر لتراجع الاداء، لان في النهايه انت مش جديد على افريقيا وانت عارف الاجواء دي كويس قوي. احنا منتخبنا يعني اكتر منتخب حصل على البطوله دي، فانت عارف الجو هناك عامل ازاي، وعارف النظام هناك عامل ازاي، وعارف كل حاجه، فده مش مبرر ليك ابدا. نرجع ونقول برضو لسه بدري، ان شاء الله منتخبنا بايده التاهل ومش بعيد ابدا على فكره، ومش منطقي ان احنا برضو نتخض او نخاف لدرجه او للدرجه الكبيره دي من ان المنتخب الغاني خسر من كاب فيردي. ده كده كده يا جماعه ما يهمناش، لان احنا في النهايه لازم نلعب على الست نقط اللي جايين، سواء بقى احنا يعني هنلعب غانا او الراس الاخضر، مفيش مجال للتراجع ولا اللعب غير على الفوز، ولازم تفرض طريقتك وسيطرتك ورغبتك في الفوز، وتكون يعني رغبه واضحه ومؤكده وباينه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه في اللقاء. خلاص اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت دي مع منتخب زي منتخب موزمبيق ما ينفعش ان احنا نشوفه تاني، ولكن في النهايه جيم وعد وانتهى وصفحه وقفلناها. نبص بقى على اللي جاي ونركز عليه، لان اللي جاي هو اهم واولى بكتير قوي من اي كلام في اللي فات. الكلام في اللي فات كتير مش هيعمل حاجه غير ان احنا هنحبط في اللعيبه، فاللي جاي اهم. نبص بقى على اخطائنا، نبص على اخطاء اللعيبه، ونبص على اخطاء الجهاز الفني، نبتدي نصلح اخطائنا.